تتقدم ولسه بقوم بيطلع من خط الظهر عشان يجيب جوان. منذ اليوم الأول له داخل النادي الأهلي والجميع يتوقعون له مستقبلا كبير، فقد كان هاني رمزي مثالا وأنموذجا لنجم الكرة الشاب صاحب الطموحات الكبيرة. بدأ مشواره مع ساحرة المستديرة في شوارع حي عبدين بالقاهرة قبل أن يشاهده أحد الكشافين التابعين لنادي الترسانة، وقد كان بالفعل قريبا من الانضمام لقلعة الشواكيش، لكن والده رفض ذلك بشدة حيث كان يحلم بارتداء نجله الفانيلة الحمراء. اصطحبه والده وخاله إلى النادي الأهلي لينضم بالفعل لصفوف الناشئين حتى أصبح من أهم لاعب القطاع. انضم لمنتخب مصر للناشئين ثم لعب للفريق الأول بالأهلي وعمره 18 عام. خلال تلك السنوات كان خبراء الكرة يصفون رمزي بالمدافع العصري صاحب القوام المثالي والطول الجيد والمهارات الرائعة، فقلما وجد مدافع موهوب ومهاري كرمزي الذي لعب في هذا المركز فترات من عمره. قد كان رمزي مبدعا في التوقع السليم، بات مثالا لكل من يلعب في مركز الليبرو خلال حقبة التسعينيات، إلى جانب مهاراته في ضربات الرأس وغيرها. لم يكن يعرف هاني رمزي العنف والاحتكاك الشديد بالمنافسين، لأنه كان من مدرسة مختلفة تعتمد على المهارة والفكر الكروي المتطور، هو ما كان سببا في تجربة احترافية ناجحة بعد ذلك. ربما تفتقد الكرة المصرية حاليا لنجم موهوب مثل هاني رمزي الذي استطاع الحفاظ على مستواه الفني ومكانته الكروية لسنوات طويلة. يا لو دي جول جول جول، لسه بقول هاني رمزي بيتقدم ولسه بقول بيطلع من خط الظهر عشان يجيب جوان.